اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور عمار المذكوري حياك الله معنا. الله يحييك دكتور محمد، مشكورين على الاستضافه وان شاء الله نقدم ماده مفيده حق المشاهدين. اكيد لا شك ان شاء الله دكتور. دكتور عمار المذكوري حضرتك استشاري في امراض الباطنيه وامراض الروماتيزم، ودكتور هذا التخصص المهم يمكن عندنا الكثير من النقاط نبي نتكلم فيها معاك، لكن في البدايه دكتور نبي نحدد موضوع هذه الحلقه عن الخشونه. دكتور يمكن في الكثير من الناس يعانون من الخشونه وفي ناس ما يعرفون شنو يعني خشونه، دكتور كلمني في البدايه شنو هي الخشونه؟ اوكي طبعا احنا نتكلم عن الخشونه، هو واحد من اكثر الامراض انتشارا على مستوى العالم، مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الكويت بعد عندنا. الخشونه احنا المفاصل عندنا تكون التقاء عظمتين ببعض ويكون في بينهم فراغ، هذا الفراغ هو المفصل. في بعض الاحيان يكون في بعض المشاكل والعوامل اللي تؤدي ان هذا الفراغ بين العظمتين يصير قليل شويه، فالغضاريف تبدي تحتك ببعض ويصير عند الشخص ألم، فيسبب فهذا يسمى في الخشونة يعني. نعم. يصير المفصل مو على وضع الطبيعي، مو المسافة الطبيعية اللي الموجودة طبيعيا تكون أقل شوية، فيصير عند الشخص آلام. وخشونة المفاصل ممكن تصيب وايد من مفاصل الإنسان، ولكن في الغالب تتركز على المفاصل السفلية. احنا نتكلم عن مفصل الركبة، هو أشهر مفصل غالبا تحوشة خشونة، ولكن أيضا ممكن تصيب الحوض، أصابع الإيدين ومفاصل اليد ممكن تحوشها خشونة بعد. ممتاز الدكتور، متعارف أن الخشونة دائما تكون الأغلب اللي اسمها حضرتك بيّنت في الركبتين، دكتور شنو السبب ليش هذا المفصل بالذات اللي هو المرشح الكبير أنه يصير فيه هذا الخشونة؟ طبعا أهم سبب هو السمنة، زيادة الوزن. احنا كل ما زاد الوزن عند الشخص كبير. بالضبط، يسوي حمل كبير على الركبتين فيؤدي إلى وجود الخشونة. بالإضافة إلى زيادة الوزن، العامل الثاني يكون ضعف العضلات. أنت لما ما تكون عضلات الفخذين عند الشخص قوية ما تقدر تشيل المفصل على بعضه. فدائما لما يكون في زيادة وزن مع تقدم العمر، عضلات الفخذ وعضلات الإنسان بشكل عام إذا ما مارس الرياضة تصير أضعف، فلأن العضلات تصغر والحمل يزيد على الركبتين تؤدي إلى وجود الخشونة. بالإضافة إلى طبعا ممكن تكون في عوامل جينية، الجينات تلعب دور إذا كان بالعائلة أحد عنده خشونة، بالإضافة إلى اللاعبين اللي تصير عندهم إصابات بشكل متكرر، إصابات الملاعب ممكن تؤدي إلى وجود خشونة في الركبتين عند الإنسان. ممتاز دكتور، أنت بينت لي نقطة معينة يعني أنا لازم أتوقف عندها. بالنسبة حق العامل الجيني الوراثي، هل هو له ارتباط واضح بين الناس؟ يعني مثلا إذا شخص مثلا عنده والده ووالدته مثلا اثنينهم صار معهم خشونة، دكتور هل هو يكون مرشح للإصابة؟ اي نعم، وهذا نشوفه أكثر في خشونة مفاصل الإيدين. لأن غالبا مفاصل الإيد ما يكون عليها حمل، ما في وزن عليها. صحيح. ممكن زيادة الاستخدام في بعض الأحيان تؤدي، بس احنا وايد نشوف الناس اللي عندها خشونة في أصابع الإيد، لما تسألهم في أحد في العائلة دائما يقولون إيه، الوالدة، الخالات، الخوات، ممكن غالبا لأن يكون عند السيدات أكثر من الرجال. صحيح. الموضوع هذا، فتلاقي العامل الجيني يلعب دور. في الدراسات العلمية بعد بينت أن العامل الجيني يلعب دور مهم. الشخص نفس ما حضرتك ذكرت دكتور، اللي عنده تاريخ مرضي في العائلة لشخص عنده خشونة بالمفاصل يكون معرض أكثر لوجود خشونة المفاصل عنده مقارنة في الشخص اللي ما عنده تاريخ مرضي في العائلة. ممتاز دكتور، دائما احنا نسمع أن الخشونة هذه يعني تكون مع فئة كبار السن، فدكتور هل هذه المعلومة صحيحة ولا ممكن أن في أشخاص صغار في السن ممكن يصير معهم هذا المرض أو هذه الآلام اللي هي بسبب الخشونة؟ صح، في الغالب تصيب كبار السن. نعم. غالب الأحيان، بس ممكن حتى الصغار تحوشهم هذه الخشونة. خاصة نفس ما قلت لك من قبل دكتور، الناس اللي يكونوا مثلا رياضيين وتحوشهم إصابات على مستوى الركبة بمختلف الإصابات الرياضية، تكرار هذه الإصابات ممكن يؤدي إلى وجود الخشونة. ونفس ما قلنا بالسابق زيادة الوزن، الناس اللي عندهم سمنة جدا مفرطة حتى لو كانت أعمارهم صغيرة، بس وجود هذه السمنة تكون عامل مهم أن الشخص تحوشه خشونة حتى بعمر صغير. احنا نشوف العيادة عندنا أعمار صغيرة تحوشهم هذه الخشونة، تلاقي وزنه ما شاء الله فوق 100-150 كيلو وبدون ممارسة رياضة مع ضعف العضلات، فهذا الوزن دائما يؤدي إلى وجود خشونة خاصة في الركبتين أو في عظمة في مفصل الحوض. ممتاز دكتور عمار المذكوري، عندي الكثير من الأسئلة وراح نتطرق حق الطرق التشخيصية والعلاجية، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتور عمار المذكوري.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل الدكتور عمر مذكوري، كنا قاعد نتكلم عن مشكلة الخشونة اللي ممكن تصيب كبار السن كفئة، وممكن أيضا تصيب الناس بشكل مباشر اللي أساسا يكون عندهم جانب جيني وراثي أو حتى مصابين في السمنة. دكتور، إذا أحد حس في هذه الآلام وراح مثلا العيادة، دكتور شنو في البداية الأمور اللي تعملونها كتشخيصية أو فحوصات للتأكد من وجود الخشونة في هذا المفصل؟ طبعا في البدايه دائما بالطب تستاخذ تاريخ مرضي للمريض، تساله عن الاعراض ومتى ابتدت المشكله وطبيعه المشكله، بعدين تتجه الى الفحص الكلينيكي، تفحص المريض في العياده. في بعض العلامات اللي احنا ممكن نشوفها بالمفصل نفسه، مفاصل الايد او مفصل الركبه، في بعض الاشياء اللي احنا نسويها في العياده نفحص المفصل بحد ذاته يبين معانا مبدئيا ان الموضوع ممكن يكون خشونه، بعدين نتجه الى الخطوه الثانيه اللي دائما تكون عن طريق الفحوصات. ما في فحوصات دم نسويها لموضوع الخشونة، ولكن الأشعة لا تلعب دور كبير في الفحص أو تشخيص خشونة المفاصل عندنا. طبعاً الأشعة بمختلف مجالاتها، يعني بداية بالأشعة العادية الإكس راي العادي، ممكن تسوي أشعة عادية على الركبة على أي مفصل أنت شاك فيه، تبين بعض العلامات اللي تكون موجودة في الأشعة تقول لك إن هذه خشونة، وممكن تحدد لك درجة الخشونة هل هي بسيطة متوسطة أو شديدة. بعدين عندنا جهاز السونار أو الأشعة الصوتية، هذا الجهاز متوفر عندنا في عيادات الروماتيزم في الغالب، خاصة لما المريض يلنا في مشاكل مفاصل اليدين نحط السونار على المريض في داخل العيادة، وفي بعض العلامات اللي نشوفها في جهاز السونار تأكد لنا أن الموضوع هذا عبارة عن خشونة عند المريض. بعدين ممكن أيضا استخدام جهاز الرنين المغناطيسي الأمراي سكان، ممكن الأمراي سكان يعطيك بدقة أكثر الخشونة ودرجتها، وهل هي هذه الخشونة مثلا فرضا في على مستوى الركبة، هل الخشونة مأثرة على الأربطة أو الأوتار اللي حوالين الركبة، هذا كله باستخدام الأشعة بمختلف مسمياتها تساعدنا أن نعطي المريض التشخيص المناسب والدقيق في حالته. ممتاز دكتور، تم تشخيصه أنه هو مصاب في الخشونة، عادة دكتور شنو هي الطرق العلاجية؟ طبعا يعتمد على نوع المفصل المصاب، ولكن دائما احنا في علاجات دوائية ولا دوائية. إلا دوائية نفس ما احنا قلنا السمنة، نزول الوزن دائما يكون عامل إيجابي للمريض، بعدين العلاج الطبيعي وتمارين التقوية والعضلات اللي حوالي المفصل دائما تكون مفيدة. إذا المريض كان عنده آلام بالمفصل اللي هو عنده مشكلة منه، ممكن نعطي بعض المسكنات عن طريق الحبوب أو عن طريق الدهانات أو بعض اللزقات ممكن نعطيه. في بعض العلاجات اللي ممكن تستخدم، في دراسات بينت إن هي ممكن تجدد الغضاريف اللي متآكلة وممكن تحافظ على مستوى الخشونة. إذا المريض هذه الأمور ما نفعته، ممكن نلجأ إلى أن نعطي حقن بالمفصل نفسه. الحقنة ممكن تكون كورتيزون، ممكن تكون إبرة الزيت هيلدرونيك أسيد، ممكن إبرة البلازما. وفي الحالات المتقدمة جدا مثلا فرضا عنده خشونة في على مفصل الركبة وخشونة متقدمة وعنده آلام، نحولهم إلى زملائنا في جراحة العظام لعمليات تبديل المفصل. دكتور عمار المذكوري باسمي باسم أسرة برنامج توك كلينك نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.